العاشر من أغسطس من عام 1946، نشرت صحيفة الفلق نصاً يتعلق بدور السلطان برغش بن سعيد المتوفى سنة 1888 في إدخال خدمة التلغراف إلى زنجبار، جاءت فيه: ثم في عام 1879 كان منحه لشركة التلغراف الشرقي ETC بحق مد خطوط البرقية في زنجبار، إذ معالم النهضة الحديثة كما تقول الجريدة تطل من ثقب بعيد لأهمية هذه الجزيرة. العاشر من أغسطس من عام 1970، تم اللقاء الرسمي الأول بين جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي قبل قيام اتحاد الإمارات، وبعد أقل من شهر من تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، حيث أكد الجانبان على ضرورة تمتين وتقوية العلاقات بين الجانبين، وذلك أثناء زيارة الشيخ زايد للسلطنة. العاشر من أغسطس من عام 2009، اختتمت السلطنة مشاركتها في مهرجان جنيف السياحي العالمي، حيث اختيرت السلطنة كضيف شرف لدورة 2009 للمهرجان، فأقام المشاركون قرية عمانية في موقع المهرجان جسدت أهم الملامح والمفردات والمقومات التي تتمتع بها السلطنة حضارياً وثقافياً وبيئياً واجتماعياً، إلى جانب المنتج السياحي وتسويقه، حيث نالت المشاركة الكثير من الإعجاب والتقدير.